ضمن برنامج عطلتنا غير، نظم نادي خورفكان الرياضي الثقافي في مقره بطولة نادي خورفكان للبلاي ستيشن فيفا 22، نستعرضها في التقرير التالي. بطولة رياضية ولكن افتراضية، هذا ما نراه هنا في نادي خورفكان الرياضي الثقافي المنظم لبطولة نادي خورفكان للبلاي ستيشن فيفا 22 التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الصيفي عطلتنا غير، بمشاركة عدد من الأندية في إمارة الشارقة وسط أجواء تنافسية. الحقيقة هذه البطولة تقام في صيف كل عام من ضمن نشاط صيفي لنادي خورفكان ومجلس الشارقة الرياضي عطلتنا غير. في الحقيقة اليوم نستضيف هذه البطولة في نادي خورفكان والتي تضم 32 مشارك من 7 أندية من إمارة الشارقة. تستهدف البطولة شغل أوقات فراغ أبنانا في الفترة الصيفية وبعدهم عن الأشياء السلبية سواء كانت في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن النشاط الثقافي العديد والعديد العديد من البرامج المختلفة، منها البرامج الدينية والبرامج الثقافية والبرامج الرياضية. في الحقيقة جميع هذه البرامج تهدف إلى صقل مهارات الأبناء سواء المهارات الاجتماعية أو الرياضية وبناء جيل ناجح. المشاركون من جانبهم أشادوا بمثل هذه الفعاليات الممتعة والبرامج الهادفة بشكل عام كونها تعزز التواصل بينهم وتجمع الفائدة والترفيه. بشكر نادي خورفكان والإدارة المنظمة على تنظيم هذه البطولة الرائعة اللي نستغل فيها أوقات فراغنا بشيء مفيد ويفيدنا، وتنظيم رائع الصراحة، وتعرفنا على ناس جداد تعلمنا منهم واكتسبنا خبرات. أنا اليوم شاركت في هذه البطولة وبصراحة استأنست واكتسبت خبرة من الموجودين وتعرفت عليهم وشغلت نفسي بشيء أنا أحبه، وحاب أشكر نادي خورفكان على هذه الاستضافة. هذه البطولة تضم مراحل تأهيلية حيث يتقلص عدد المشاركين في كل مرحلة وصولا إلى النهائي الذي يفوز به لاعب واحد حاصدا لقب البطولة، كما تقدم جوائز قيمة للمشاركين تحفزهم لإطلاق العنان لمواهبهم. إذن تأتي هذه البطولة لتشعل روح المنافسة وتقوي روابط بين المشاركين من طلبة المدارس، محققة أهدافها في أن تكون عطلتهم غير. لأخبار الدار، محمد عبد الله، المنطقة الشرقية.